حياة كل من عاش أحداث حرب أكتوبر 73 قصة، لكن اللي عاشوا برا مصر عندهم بالتأكيد حكاية تانية. في 73 أنا كنت مسؤولة برامج في راديو مونت كارلو، إذاعة فرنسية عمرها سنة ونص، بتقدم منوعات خفيفة جدا لا علاقة لها بالصراعات الإنسانية. في 6 أكتوبر 73 الساعة 2 الظهر تغير كل شيء، تحرك الجيش المصري ومعه تحركت دنيانا كلها. لحظات لا يعرف أهميتها إلا من عاش مرارة الهزيمة في بلاد الغربة. فجأة لقينا نفسنا إحنا كمان وسط المعركة. كنا 4 مزايين، 2 مصريين، واحدة منهم أنا، ومجدي غنيم، وسوري مهيار حيدر، وفلسطيني حنا مرقص. الحقيقة يعني حرية الحركة اللي كانت بتتمتع بها هذه الإذاعة وأيضا انشغال المسؤولين عنها ادانا الفرصة إن إحنا نعمل منها شيء كبير، ننقل أخبار الحرب وانتصاراتنا لحظة بلحظة. وتحولت راديو مونت كارلو، تحول إلى واحدة من أهم مصادر أخبار الحرب في الشرق الأوسط، والإذاعة نفسها تحولت من RMC راديو مونت كارلو إلى إليكم آخر أخبار معركة المصير في الوطن العربي. وزاد الإرسال من 4 ساعات إلى 17 ساعة يومياً. انزعجت إسرائيل من أداء هذه الإذاعة فتقدمت باحتجاج رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية. احتجاج إسرائيل أسعدنا كثيراً، ولكنه أزعج المدير الفرنسي بنفس القدر، فحدث تصادم كبير بيني وبيننا، ووصل الأمر إلى أن نتقدم زملائي وأنا باستقالة جماعية. تأزم الموقف فبدأت المفاوضات. بدأت المفاوضات واستقر الأمر أننا نستمر في نقل الأخبار، ولكن بشرط ألا نتجاوز القواعد المهنية. يعني الحقيقة احنا اعتبرنا ده في حد ذاته انتصار كبير للإرادة المصرية والإرادة العربية داخل الإعلام الفرنسي. في النهاية أنا عايزة أؤكد إن ما قدمه الإعلاميون عن حرب أكتوبر ليس إلا مرايا بتعكس قصص أكبر وأعظم وأهم. قصة جنود ضحوا بحياته وتركوا لنا شرخا وحزنا في القلب، نزفوا دماءهم وتركوا لنا مهمة إننا نحكي الحكاية. قصة قصيرة جدا بقدمها لجيل جديد من الإعلاميين. أنتم القوة الناعمة اللي بنحلم بيها، مع شعب عريق وجيش عظيم معا ننجح في مواجهة التحديات الكبرى اللي بيعيشها الوطن. بنا جميعا تحيا مصر.